بصراحة يا جماعة هي إهانة كبيرة كتير كمان وما بيجوز يتصرف هيك. لو ستو كانت موجودة هون ما كانت خلت هالشي يصير. هلأ بيرجع حكيم، ساجار ما بيرضى بيزعلك. ايه يا حكيم، ساجار شاب مثقف ومؤدب وما بيعمل هيك شي بالمرة. خلص لا تتضايق وتزعج حالك، فيك تبلش بالمراسم هلأ شوي وبيرجع إذا بتريد. أستاذ نيرجا، ما كان لازم تروح المحكمة، لسه ما تحسن. لا تخاف، أنا منيح، لا تقلق. شوفي، ما خلصتوا لسه. وبرأيك كيف رح نخلص المراسم؟ ساجار ابنك قام من شوي وطلع لفوق وترك كل شيء، ما كمل المراسم ولا احترم وجودي بالبيت، وفوق هيك ترك جانفي لحالها هون وقطع المراسم من نصها وطلع. ما بيصير يتصرف هيك. هو ساجار ما كان لازم. أنا بعتذر. آسف يا حكيم، بعتذر يا حكيم، أنت معك حق، ما كان لازم روح بنص المراسم، أنا غلطت غلطة كبيرة. منيح إنه ستي مانا هون، لو كانت هون كانت عصبت علي، وعلى فكرة كانت شدت لي إذني كمان وقالت لي ساجار أنت ارتكبت غلطة كتير كبيرة. أنا غلطت، شو لازم أعمل معكم؟ اتأسف أكتر كمان؟ لا 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 لا، هذا مو غلط عادي، أنا ارتكبت غلطة كتير كبيرة. إيه